مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نحكي عن نصائح للاستعداد للامتحانات، وبما إنه أغلبكم عم بيستعمل هذا الفيديو حتى يلتهي عن دراسته، خلينا نبلش بدون مقدمات. الخطوة الأولى، دون مواعيد وتواريخ الامتحانات على رزنامة وخليها قدامك طوال الوقت. أنا عملت لكم رزنامة جاهزة بتقدروا تستعملوها لفترة الامتحانات، رح أترك لكم الرابط في الديسكريبشن بوكس. كمان بتقدروا تستعملوا أي رزنامة أنتوا عملتوها أو موجودة في البلانرز تاعتكم. بلشت تعبئة الرزنامة بكتابة أيام الأسبوع من فوق. أنا عادة ببلش أسبوعي من يوم الأحد، تقدروا تغيروا اليوم حسب ما بدكم. بعدين عبيت التواريخ حسب الشهر. هذا الشهر أول يوم بيكون يوم الاثنين. بعدين أنقل جدول امتحاناتك بالترتيب على الكالندر. هون أنا عم بعبي الكالندر بجدول امتحانات وهمي لأني خلصت دراسة. عم بحاول أتذكر شو المواد اللي كنت أخذها في المدرسة. صحيح، كنا ناخد دين. أوكي، هاي آخر مادة لأني مش قادرة أألف مواد أكتر. هلأ منتفرج على المواد اللي ما إلها وقت للدراسة أو إحنا ضعاف فيها، مثلاً الرياضيات. راح أعطي يومين دراسة قبل ما تبلش فترة الامتحانات، ومادة التاريخ هون ما في قبليها ولا يوم، فراح أعطيها كمان يومين. طيب أنا ليش أغلب حالي وأكتب المواد على رزنامة؟ ليش ما أطلع على الجدول زي ما هو؟ الفرق إن الرزنامة بتعطيك صورة واضحة عن كم يوم إلك قبل كل امتحان، وبتريحك من التفكير شو المواد اللي لازم تدرسها قبل بفترة. خطوة مهمة باستعمال الرزنامة هي إنك تعلقها في مكان تشوفه قدامك طول الوقت، وكل يوم بيمرق تشطب فوقه حتى تعرف إنت بأي يوم حالياً وكم وقت ضايل لك قبل أول امتحان. النصيحة اللي بعديها، قسم المادة الدراسية لأجزاء. أي مهمة صعبة وكبيرة ممكن تصير سهلة إذا تم تقسيمها لأجزاء صغيرة. ما تخلي هدفك إنك تخلص الكتاب كامل، خلي هدفك إنك تخلص درس واحد بكل مرة. استعمل الستيكي نوتس حتى تقسم الكتاب لتشابترز أو دروس صغيرة. تقدر تفتح على صفحة المحتويات وتشوف الكتاب كيف مقسم وتقسم على نفس الطريقة، أو تقسمه زي ما أنت بتحب. لزقت الستيكي نوت وخليت طرفها طالع حتى أقدر أشوفها من برا الكتاب بسهولة. هيك صار عندي تقسيم واضح للكتاب وبكميات معقولة بقدر أي حدا ينجزها. النصيحة الثانية، راقب تقدمك. تقدر تستعمل أي نوع من التشيك ليست حتى تدون عليه شو الأشياء اللي أنجزتها. إنجاز مهمة واحدة قد ما كانت سهلة رح يعطيك حافز كبير إنك تستمر وتكمل باقي القائمة. في كوت بيلخص هذا الموضوع وبيحكي: Success leads to motivation, leads to success, leads to more motivation. يعني نجاحك بأي مهمة بيعطيك حافز، وهذا الحافز بدعمك حتى تنجز المهمة اللي بعديها، وإنجازك للمهمة اللي بعديها بيعطيك كمان حافز عشان تنجز المهمة اللي بعديها. جيب ورقة وقلم واكتب عليها 3 أو 4 مواضيع حابب تخلصهم. أنا هون كتبت chapter 1 و 2 و 3 و 4، بس الأحسن إنك تكتب اسم الدرس بالتفصيل حتى تحس إنه في تغير وفي تقدم. خلي هذه الورقة جنبك، وكل ما تخلص مهمة حط صح في الصندوق اللي جنبها. ولو ما كان عندك وقت تطبع هاي الورقة، تقدر تستعمل الفهرس كتشيك ليست مطبوعة وجاهزة. كمان طريقة لمراقبة تقدمك هي طريقة الوايت بورد. أنا ما عندي وايت بورد، فرح أشرحها على ورقة بيضة. جيب الوايت بورد واقسمه نصين، نص للأشياء اللي خلصتها ونص للأشياء اللي لسه ما خلصتها. بعدين جيب ستيكي نوتس واكتب عليها الدروس اللي حابب تخلصها.
أنا هون عم بكتب على الورق chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. وهيك كل ما أخلص chapter باخد الورقة المخصصة لهذا chapter وبحطها في قائمة الأشياء اللي خلصتها. وآخر نصيحة لليوم هي رتب مكتبك. الدراسة والعمل على مكتب مرتب بيعطيك الإحساس إنه كل إشي تحت سيطرتك. جمع الأشياء اللي بتستعملها بهاي الفترة وحطها جنب بعض ونسقها بشكل يشجعك أكثر على الدراسة. أنا بحب أستعمل هاي الكاسات لأنه عليها رسمات بتبين كأنها مرسومة يدويا، وكمان عليها أشكال 3D مثل النجوم هاي. حطيت الأدوات والألوان اللي راح أستعملها وضبيت الأشياء اللي مش راح أستعملها. في عندي هدول الملقطين على شكل بزة، هم ما إلهم أي لازمة بس أنا بحب شكلهم فراح أخليهم. وكمان الساعة اللي مش شغالة اللي بحب شكلها عشان هيك بحطها جنبي. خلي مكتبك بسيط حتى تكون الحركة عليه سهلة واستعماله ممتع. وهاي هي النصائح اللي حبيت أشاركها معكم في موسم من الامتحانات. بتمنى لكم التوفيق والنجاح في كل امتحاناتكم، وطبعا لو استفدتوا من الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوه مع أصدقائكم. شكرا كتير على المتابعة وبشوفكم في الفيديو الجاي. باي.